طبعا في فترة علاقاتهم البروز مع نادي التضامن في الموسم هذا بالذات، وهو اللي أعطاني فرصة أن أبرز حق مدربين المنتخبات، وتم استدعائي حق المنتخب الأولمبي. فكنا على أساس أن نباري منتخب الكويت الأول في أول تجربة حق المنتخب الأولمبي، وبعدها كانت هي حق منتخب سيدني كان اللي هو بسنة 2000 موسم 99. وفي بداية مسكت كابتن فوز إبراهيم تدريب الفريق مع كابتن ماهر الشمري، هني برز نادي التضامن في نجوم الموجودين، فخلى الفرق هني تحسب حساب أنه ترى فيه فريق جاي ينافس بقوة على المراكز وموجود بحكم الأسامي اللي موجودة. مباراة القادسية كانت مباراة مميزة صراحة، القادسية في نجومة في قمة اللاعبين اللي موجودين، فكانت المباراة نتكلم ندية، فكنا أكثر المواجهات مع القادسية كنا بدعين، يمكن ما عدا نهاية 99 اللي خسرنا فيه باخر. أذكر في وقت انتقالي حق نادي التضامن يعني اتصال من أخوي الكبير كابتن عبد الله أبران، فقال لي أبو حميد حياك الله مع أخوانك وراح تستمتع معهم في نادي التضامن، بس أتمنى البطولات اللي موجودة بكاظمة تجيبها معك التضامن. فبالفعل الحمد لله رب العالمين، يعني جبنا جزء من هالبطولات، يمكن ما حققنا المراكز الأولى بس الوصيف يعني في كل بطولة، زائد بطولة المرحوم عبد المحسن خرافي المركز الثالث، نفس كانت بطولة كأس اتحادي هي بس كان يسمونها باسم الشخصيات، فحصلنا فيها المركز الثالث. فكان الاتصال هذا وايد كان كبير بالنسبة لي، جاي يعني من كابتن عبد الله أبران، تعرف عبد الله أبران نجم يعني ما شاء الله عليه، نجم كبير، وممكن ما شارك معنا أول المواسم بسبب تجربته الاحترافية في نادي الريان القطري، وبعدين التحق معنا. طبعا في المرحله الجامعيه كانت مع مرحله تدرجنا في مراحل السنيه على عمر فريق 19، فكنت انا في جامعه الكويت في كليه الهندسه والبترول، فقالوا اني بشاركون في بطوله الخليج في كانت في الدمام، كانت محتضنه بطوله جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، فكانت تصفيات بين يعني مباريات بين منتخبات الخليج، فالحمد لله وصلنا النهائي مع أعتقد جامعة الإمام سعود في نهائي كأس الخليج اللي يمثله هو منتخب السعودي، كان الفريق فيه نخبة من اللاعبين حتى الأندية، يعني كنت أنا من نادي كان كنت وقتها نادي كاظمة رحمة الله عليه خليفة العسعوسي خالد العسعوسي من نجوم نادي القادسية، نواف الهزاع سالم الهزاع من نجوم نادي خيطان، علي نجف إذا ماني غلطان من نادي السالمية، مبارك الحساوي القادسية، يعني كان محمد الغيث نجم نادي القادسية، كان فكان يعني توليفة حلوة، نجوم كبار كانوا موجودين ك يعني كبار في أدائهم في لعبهم في أعمارهم الصغيرة في الفترة الجامعية اللي هي 18-19 سنة. فالحمد لله لعبنا، كان هم وقتها تطبيق الهدف الذهبي، فكنا متعادلين 1-1 مع منتخب جامعات السعودية، فالحمد لله الهدف الذهبي اعتقد حطه كابتن محمد الغيث في اخر دقائق، وخذينا كاس الخليج للجامعات في السعوديه كان وقتها. طبعا اخر موسم لي كان موسم 2003-2004، هني كابتن فوز ابراهيم ترك تدريب بنادي التضامن، كابتن ماهر الشمري استلم مكانه، انا كان بين وبين في تمارين والتزام مع الفريق بسبب ظروف العمل في القطاع النفطي، فما كنت قادر اوفق بين المباريات والتمرين وبين جهه العمل، فكان موسم كنا بنادي التضامن بدا ينزل بعد الصعود اللي كان من 99 كان من 2003 بدا ينزل، التغييرات اللاعبين طبعا تدري يظل الثقافه في نادي كاظمه مختلفه عن نادي التضامن، ان انت تحافظ على مستواك لفتره طويله، زائد اللاعبين هم كانوا جزء منهم كانوا صغار اللي اشتغل اللي طلع اللي تزوج، زائد انه في اللاعبين الكبار اللي كانوا معانا مثل جمال الكابتن جمال مبارك انتقل الى نادي ثاني، فهد كميل خلاص في فتره اعتزاله، نفس الطريقه كابتن محمد شليمي، بس انه كان اخر فتره يعني مع نادي التضامن يمكن كانت اقوى مباراه لعبتها، شاركت فيها ضد القادسيه، كان القادسيه لو فاز علينا ياخذ الدوري،
يعني أذكر حادثة ظريفة صارت مع الله يعطيه الصحة والعافية الشيخ طلال، أنه بعد المباراة قال أنت شايبك، لأن أنا كنت وقتها منقطع عن تدريبات وكلموني إدارة قال لازم ترجع مباراة قوية ترى لازم نلعب، فكان الملعب كذي نازل علينا يعني قادسية 90 دقيقة ضاغطين علينا، إحنا هجمة واحدة من كابتن ناصر السوحي رحمة الله عليه حق حسن سلمان اللي خلصها ويبنى هالجول وضيعنا بطولة الدوري على القادسية، فكان يمكن هذا آخر موسم طبعا مع بطولة كأس المشرق الطافي التنشيطية اللي يبنى فيها المركز الثالث، وبعد هني نقول توقف الانتصارات والبروز حق نادي التضامن بشكل كبير. قرار الاعتزال يمكن ما كان بالنسبة لي صعب، لأن أنا إنسان واقعي قاعد أقارن بين حياتي في القطاع النفطي ومستقبلي في جهة عملي، زائد نقول الوسط الرياضي، زائد أن المواسم الأخيرة بالذات الموسم الأخير يمكن ب 2003-2004 بلش ياخذني الوزن، خاصة أنا كنت متزوج وكان عندي عيال وقتها، فأذكر من إخوان الصحفيين الكاتب ناصر العنزي يمكن تدري ما قمت أخذ بالوزن وكان الأداء شوي تعبان في مباراتنا مع الكويت، فشوي كتب مقال قاسي بس هو أعتقد نفس الأطراق صحاني إن انتبه، فقال ترى كابتن حمير صاحب لازم يرجع حق مستوى الوزن عنده زايد، ترى هو خليه ينتبه على نفسه وما قاعد يلعب مصارعة رومانية، ترى هو لاعب كرة قدم، فعرفت اللي هو حسسني إنه صح أنا تعبت وايد كنت أخذ بالوزن ماني باللياقة اللي مثل الأول، فكان بالنسبة لي يعني لما شفت روحي بهالمستوى هذا قلت لا أنا خل أحافظ على اسمي وبطولاتي اللي جبتها ومع كاظمة أني أطلع فيه عز عطائي أحسن ما أني أطلع وأنا أكون تقريباً مستوى مو زين، فعلى الأقل الجمهور يذكرك في البطولات المميزة اللي أنت لعبتها، فكان قرار الاعتزال عندي سهل وابتعدت نهائياً عن الرياضة، يعني كلش لا دشيت لا بجانب التدريب لا بجانب المتابعة، يعني صار كل جل اهتمامي على العمل في القطاع النفطي زائد الأسرة والعيال. فكرة الاعتزال كانت من الرياضة كلها، يعني أنا يمكن بعد مباراتي مع القادسية يعني عرض من نادي القادسية إني ألعب معهم، بعد مباراة العربي يعني عرض من نادي العربي كابتن سامي الحشاش اتصل علي قال لي إذا حاب أنت تلعب، قلت له أنا إذا خلصت من التضامن راح أرجع بيتي نادي كاظمة، لأنه بيتي هو الأساس اللي أنا طلعت فيه برجع البيت العود، فما كان في يعني أي توجه إني فرضا أكمل مع نادي ثاني أو إني أخوض تجربة إعارة أو تجربة احترافية مع أي نادي ثاني، لا كنت أنا خذت قرار إنه إذا ما رجعت كاظمة راح ينتهي عندي الموسم الرياضي بالنسبة لي وراح أكون في خانة اللاعبين المعتزلين من الرياضة. طبعاً إذا الواحد بيقيم تجربته في الوسط الرياضي أو عالم الرياضة هي طبعاً أكيد تجربة إيجابية، يعني أقل إيجابية فيها اليوم أنا موجود هنا الناس عرفتني، فهذا أقل شيء في تجربة رياضية أن نقول إيجابياتها، صار عندك ضوء إعلامي، ناس تعرفك، تعرف إمكانياتك، فالرياضة فيها الجانب هذا اللي هو الجانب الإعلامي، جانب حب الجمهور والعلاقات الاجتماعية، خاصة أن المجتمع الكويتي تميز العلاقات الاجتماعية وخاصة اللاعب، يعني تروح أي وزارة أي مكان الكل يقدر اللاعب الكويتي، فهذه كانت إيجابية. يمكن السلبية ما أقول سلبية، يمكن تدري أنت سقوطك في أن ما كملت دراستك في البداية، كنت في جامعة الكويت كنت هندسة بعدين كملت دراستي، بالعكس هذه تعتبر خطوات نجاح بالنسبة لك، العمل في قطاع النفطي يعتبر نجاح، فيعني هي الحياة كذي يعني مرة فوق مرة تحت، فأعتقد أنها كانت تجربة في رياضة ممتازة، ما أعتقد أنها كانت سيئة، بالفعل كتبنا على قولتهم جزء من تاريخك من تاريخ حياتك في جانب الرياضة من جانب مهني اللي هو مع العمل في القطاع النفطي، فأعتقد كانت تجربة جميلة وأشوفها إيجابية بكل معانيها.